هذا بلان زياره هو نوقفوا على الوضعيه كيف دايره في حسيمه و يعني التظاهرات السلميه يعني جميع المظاهر اللي كاينه في المدينه نوقفوا عليها ونسمعوا الشعارات ونتصنتوا المناضلين والنشطاء ديال الحراك ونسمعوا اشنو هو الخطاب ديالهم. بشكل عام انا هنا موجود كنمثل حركه الضمير في اطار المبادره المدنيه من اجل الريف، وتيبان لي بانه كاين هنا مؤشرات ايجابيه في المواقف ديال المتظاهرين، واللي هي حقيقة تتشبث بالوطن، تتشبث بالمطالب، تتشبث بمطلب إطلاق السراح كأي مدخل، وبالخصوص تتشبث بالطبيعة يعني الاجتماعية ديال المطالب طبعا، وهذه مسألة يعني لمسناها بيدنا. غتكون خطوات إن شاء الله في اتجاه جميع الفاعلين. شكرا.